رجعت وياكم طلابي أكمل وياكم الصيغة الثانية من الأسئلة حول نتيجة مباراة نادي مؤظر. أنا وضحت لكم بالفيديو اللي قبل هذا أنه أكو صيغتين لنتيجة مباراة نادي مؤظر أو للأسئلة اللي تيجي على نتيجة مباراة نادي مؤظر. الصيغة الأولى حبايبي كانت جد الجذور، جد الجذور، الجذور التربيعية يعني الأس واحد على اثنين، الجذور التكعيبية يعني الأس واحد على ثلاثة، الجذور الأربعة يعني الأس واحد على أربعة، الجذور الخمسة يعني الأس واحد على خمسة. يكتب لي جد الجذور، أنا مباشرة أنتبه أنه هاي الصيغة الأولى لنتيجة مباراة نادي مؤظر. أما الصيغة الثانية حبايبي هي كالتالي، حل المعادلة باستخدام نتيجة مباراة نادي مؤظر. شو يقول لي بالصيغة الثانية؟ حل المعادلة، حل المعادلة يعني المطلوب من عندي إيجاد الجذور مالتها، جد الجذور بشكل مباشر. بس لما يقول لي حل المعادلة يعني أنا لازم أطلع الجذور مالتها، فإذا كانت المعادلة من الدرجة الثالثة فمعناتها أنا لازم ألقى إلها ثلاث حلول، وإذا كانت المعادلة من الدرجة الرابعة فأنا لازم ألقى إلها أربع حلول، وهكذا كل ما تزيد درجة المعادلة كل ما تزيد عندي الجذور اللي راح ألقاها. طيب راح تقول لي هاي المعادلات كلها راح تحل لناها؟ لا، هي المعادلة الوحيدة اللي موجودة بالكتاب هي هذه اكس تكعيب زائد واحد يساوي صفر، وهاي معادلات جاية بالامتحان الوزاري تغيير على هاي المعادلة. تقول لي استاذ هاي تغيير على المعادلة؟ اي والله تغيير، يعني اللي يعرف يحل هذه يعرف يحل ذولي كلهم، تمام؟ طبعا هسه اذا سألك اقول لك يا معادلة نحل هسه، اكيد انت راح تقول لي استاذ حلي هاي المعادلة او هاي، يعني انت شوفت بيهم كسور عبالك صعبات. بس هاي المعادلة وهاي المعادلة هن اول شيء نفس الشيء، هسه راح اوضح لك شلون نفس الشيء، وثاني شيء ذولي حليناهم بالدرس اللي فات. تقول لي استاذ هو انت بالدرس اللي فات ما حليت لنا غير سؤال واحد، جد الجذور التكعيبية للعدد 27. تعالوا وياي حتى بس اوضح لك بداية الحل لهاي المعادلة ايش راح يكون. انتوا تدرون حبايبي انه المعادلة لما تحتوي على كسر انه احنا لازم بالبداية نتخلص من الكسر، فلازم اجي اضرب المعادلة كلها في مقدار المقام، ومقدار المقام عندي الاي، فلما نضرب في اي راح يصير عندي اكس تكعيب ناقص 27 يساوينا صفر. 27 شنو؟ 27 اي، لان الاي منا راح يختصر وهنا راح يكون 27 اي. لما اعزل المعلوم عن المجهول راح يصير عندي اكس تكعيب يساوي 27 اي، صح؟ تقول لي صح. زين لما اجي اخذ الجذر التكعيبي للطرفين منا راح يصير عندي اكس، وهاي جهة راح يصير عندي تحت الجذر التكعيبي، وتحت الجذر التكعيبي يعني شنو؟ يعني واحد على ثلاثة. طيب لما يكون عندي عدد مركب مرفوع للأس واحد على ثلاثة هاي شنو؟ تقول لي هاي بالنتيجة مالت مباراة نادي مؤظر راح نلقاه، صح لو لا؟ إذن 27 هاي احنا بالدرس اللي فات مو لقينا لها الجذور التكعيبية؟ تقول لي بلي والله، بس بالدرس اللي فات انت كنت كاتب جد الجذور التكعيبية للعدد 27 هاي، اما هنا فكاتب حل المعادلة. هاي المعادلة نفس هاي المعادلة بس هنا لازم تضرب في ثلاثة، فأيضا راح تتخلص من الثلاثة، هذا هم راح يصير 27 هاي، تحوله منك راح يصير عندك موجب 27 هاي، فيصير نفس الحل مال السؤال اللي فات. طيب لعد يا معادلة راح تحل لنا من ذولي؟ أنا راح أختار لك هاي المعادلة، وينها وينها؟ هاي جاية بالامتحان الوزاري وهي نفسها موجودة بالكتاب، بس ما موجودة بالصيغة هذه، ما موجود جد الجذور، عفوا ما موجود حل المعادلة، إنما موجودة جد الجذور الأربعة، جد الجذور الأربعة. لذلك حبايبي راح أنقلها هنا اللي هي اكس أس أربعة زائد 16 يساوينا شنو؟ يساوينا صفر. خلي ببالك لما تريد تحل معادلة باستخدام نتيجة مباراة نادي مؤظر لازم تخلي المجهول بطرف والمعلوم بطرف، فال 16 راح تتحول منها شو تصير؟ تصير سالب 16. خلي ببالك مهما كان عندي المعلوم لازم ينقل بذيك الصفحة، ومهما كان عندي المجهول لازم أحاول أحصل عليه وأخليه بطرف. الخطوة اللي بعدها لازم هاي الصيغة اللي من هالجهة تنكتب بالصيغة العادية، هسه حاليا انكتبت بالصيغة العادية، ولازم تتحول من صيغتها العادية
إلى صيغتها القطبية. تقول لي وهاي تبقى هاي الجهة تنتظر؟ إي نعم، هاي الجهة تبقى تنتظر إلى أن تتحول هاي الصيغة من الصيغة العادية للصيغة القطبية. طيب إذا تباعون هنا على هذا العدد المركب، فالنقطة مالته راح تكون سالب 16 بصفر، يعني أنا أقدر ألقى المقياس إليه والسعة إليه بشكل مباشر. اتفقنا وياكم أنه العدد المركب لمن يحتوي داخله صفر، فهنا إحنا نقدر نلقى المقياس مال العدد المركب، لأن هو العدد نفسه الموجود داخل النقطة يمثل المقياس للعدد المركب. ولا تنسى الـ R راح تكون دائما قيمة موجبة، حتى ما تسألني السالب وين بقيته، لأن اتفقنا وياكم ذيك المرة بدرس المقياس والسعة أنه الـ R لازم تكون قيمة موجبة. أما بالنسبة للسعة فحسب العدد المركب، العدد المركب هنا مالي هو عبارة عن عدد سيني سالب. سيني سالب يعني باوع هاي السينات الموجب الزاوية الصفر، السينات السالب الزاوية باي، الصادات الموجب الزاوية باي على 2، الصادات السالب الزاوية 3 باي على 2. هسه العدد المركب مالي الواي مالتم صفرة يعني منتهية، والاكس عندي سالب، اذا هنا راح اختار السينات السالب، اذا اختار السعة ميني باي. طبعا وهذا الحكي كله احنا حاكينه قبل في درس المقياس والسعة، واخر 5 دقائق حكينا على هاي الجزئية. لما اني عندي صفر بالنقطة، إذا ما مضبط هنا وجاي مباشرة تريد تفهم مباراة الديم أوفر، فنصحك ترجع. طيب هاي الجهة راح تتحول من صيغتها العادية إلى صيغتها القطبية. الآر صارت موجودة عندي 16، وكوساين الثيتا صارت موجودة عندي باي زائد آي ساين منو الباي. إذا صارت عندي الجهة اللي منها بالصيغة القطبية. أتمنى يكون واضح الحكي هذا. مهما تكن المعادلة فيجب أن نجعل المجهول في طرف والمعلوم في طرف، ثم كتابة الطرف اللي منها إذا ما مكتوب بالصيغة القطبية تكتبه أنت بالصيغة القطبية. زين استاذ، ممكن يجيني سؤال منها يقول لي حل المعادلة هاي؟ ممكن جدا، وراح يتخربطون كوم طلاب لأن هو ما فاهم الفكرة، بينما هنا راح يقول يابا الحمد لله انتو كاتبين لي هاي الجهة بالصيغة القطبية، عاشت ايديكم وبارك الله بيكم، وهسه راح نبلش احنا. تمام؟ فانت توقع كل شيء، ادرس السؤال بكل جزئية من جزئياته حتى شنو توصل وما يعبر عليك اي تغيير يصير بالسؤال. هسه حبايبي انا لازم اخلص من الاربعة اللي موجودة بهاي الجهة، فاخذ الجذر الرابع للطرفين. لما اخذ الجذر الرابع للطرفين هاي راح تختفي، والجهه اللي منك راح تصير تحت الجذر الرابع، بس اني ما راح اكتب الجذر الرابع، راح اكتب 1/4، لان 1/4 تعتبر الجذر الرابع. فاجي انزل الصيغه هنا اللي هي 16 كوساين الباي زائد اي ساين الباي. طيب صارت عندي الصيغة جاهزة، وهسه أطبق عليها النتيجة مثل ما اتفقنا بالدرس اللي فات. 16 أنزل 1/4 إلها، وكذلك كوساين باي زائد آي ساين باي أنطيها 1/4. مثل ما اتفقنا وياكم هذا يرجع تحت الجذر الرابع، بالدرس اللي فات وضحنا لكم هذا الشيء. والجهة اللي منها راح نسوي بيها قانون النتيجة، كوساين فد كسر زائد آي ساين فد كسر. المقام عندي 4، الثيتا عندي باي، أضيف الآي الثيتا 2 باي كي، أعدلها. يعني مثلا 16 قالت يا باني أطلع من الجذر الرابع 2، حلو، كوساين قلت للزاوية هنا أكو مشاكل، قالت لا الحمد لله هنا الثيتا مالتنا مو كسر، لو كسر كان سوينا مثل ما سوينا بالسؤال اللي فات بالدرس اللي قبل هذا، فراح تنزل كما هي 2 باي كي على 4 زائد آي ساين
باي زائد 2 باي كي على 4. وهسه حبايبي الصيغة مالتنا صارت جاهزة، ولازم نشوف الكيات اللي احنا راح نعوضهن. فهو طلب من عندي الجذور الأربعة، سواحد يقول لي وين طلب منك الجذور الأربعة؟ هو بس قايل لك حل المعادلة. حل المعادلة يعني إيجاد الجذور إلها. المعادلة من أي درجة كانت؟ من الدرجة الرابعة. إذن إيجاد أربع جذور إلها. لما أقول لك جد الجذور الأربعة وأقول لك حل المعادلة، نفس القضية، المعادلة مالتك من تحلها يعني تلقى الجذور إلها. وهذا يذكرنا بموضوع المعادلة التربيعية لما كان عندها جذرين، إذا تتذكرون سميناهن بوقتها الـ H والـ K. جذور لو مو جذور تقول لي جذور. إذن هنا أنا لازم أعوض الـ K 0 والـ K 1 والـ K 2 والـ K 3، أربع قيم للـ K على مود ألقى الجذور الأربعة. ولا تنسى أنا قلت لك الكيات يصيرن الحد الـ N ناقص واحد. زين الـ N مالتك أربعة ناقص واحد ثلاثة. هسه تبلش بيهن وحده وحده وتعوضهن. ما ادري انتم رايدين اعوض لكم اياهم كلهن لو لا. تقول لي استاذ عوض اللي يطلع من ايدك. فراح اعوض لكم اول كي اللي هي صفر، فراح اجي اطلع اول قيمه الاكس اللي هي واحد، فاجي الاثنين تنزل، القوس ينزل، الكوساين تنزل، اروح اعوض بدال الكي صفر، لان الكي اللي اختاريته هنا صفر. صفر في 2 باي صفر زائد باي، راح تصير عندي باي على اليمين على 4 زائد اي سايم باي على اليمين على 4. الحمد لله والشكر الزاوية مالتي بالربع الأول. شلون عرفت هالسؤال؟ لأن ماكو رقم هنا. لو اكو رقم هنا ينضرب بيها، يعبرها للربع الثاني للربع الثالث للربع الرابع حسب. فكوساين الباي على 4 واحد على جذر 2 زائد واحد على جذر 2 اي. ليش؟ لانه ساين ال 45 هم واحد على جذر 2، الاثنين هاي داخلها جوه، فراح تصير عندي 2 على جذر 2 زائد 2 على جذر 2 اي. هاي بالنسبه لاول كي، والاول جذر لقيناه اللي هو اكس 1. نيجي نختار كي 1 يعني ثاني قيمة الكي. حتى لما اختار كي 1 راح اطلع القيمة الثانية الاكس، اكس 2 يعني. اروح للصيغة اللي موجودة لأنني بعد ما اتنازل عنها، كوساين هنا راح اعوض بدال الكي 1، فواحد في 2 باي 2 باي زائد باي، راح تصير عندي 3 باي على 4 زائد اي ساين 3 باي على اليمين على 4. هنا انا عندي 2 تنزل، هاي الزاوية اللي هي 45 لازم اعرف الكوساين مالها ولازم اعرف الساين مالها. تقول لي استاذ ترى مبين ال 45 كوساينها 1 على جذر 2 وساينها 1 على جذر 2. هنا ال 45 مضروبة ب 3، لازم احدد الربع مال الزاوية. ف 45 في 3 135. 135 بيا ربع، تقول لي بالربع 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 الثاني. اذا الكوساين سالب والساين موجب. الكوساين مالت ال 45 واحد على جذر 2 والساين مالت ال 45 واحد على جذر 2 اي. تمام، ندخل الاثنين على القوس، راح تصير سالب 2 على جذر 2 زائد 2 على جذر 2 اي. وتستمر العملية حبايبي. أنا ما أريد أطول الفيديو عليكم وأنتوا أصلا فاهمين الفكرة بعد. فالمفروض أعوض القيمة اللي بعدها كي 2، فراح ألقى ثالث قيمة الأكس، راح أخليها واجب عليكم. وكذلك راح أعوض الكي الأخيرة اللي هي 3 وراح ألقى رابع قيمة الأكس. تمام، فراح يطلع عندي أربع قيم للأكس إحنا نسميهن الجذور الأربعة. بعدها لازم نكتب مجموعة الحل، لأن هنا صيغة السؤال، صيغة السؤال هي حل المعادلة، فمجموعة الحل تنكتب. ومجموع الجذور إذا حبيت تتأكد من حلك، مجموع الجذور الأربعة لازم يكون صفر.
بهالشكل حبايبي انتهى عندنا الفصل الأول، ما قصرنا وياكم ولا يعني المعلومات انطيتكم ياهن مثل ما أدرس طلابي بالخصوصي، ما غطيت عليكم أي معلومة، يعني كل المعلومات انطيتكم ياهن وما بخلت عليكم. فاللي رايد من عندكم تقرون الفصل، تقرون هاي المراجعة قراية مركزة، صار عندك فد مشكلة، خل نفرض أكو موضوع معين أنت ما فهمته، عندك شرح مفصل للفصل الأول، وراح تروح وتلقى الموضوع كامل مشروح وأمثلة هواية عليه. فاللي رايدة منك ما تطلع هنا وهنا تدور، إنما تقرأ مراجعتك المركزة، عندك وقت تقرأ الشرح المركز أو المفصل اللي بالقناة. وإن شاء الله منعوا في الفصل الأول راح نبدي ننزل وزاريات منا نهاية السنة، وكذلك ننزل أسئلتكم اللي أنتوا تدزونا إياها، فراح نسوي لكم فد قائمة خاصة بحيث دائما الفصل الأول يبقى بدماغنا وما ننسى أبد، حتى لو إحنا بالفصل الرابع والفصل الخامس نتذكر الفصل الأول من خلال الأسئلة اللي ننزلها بين كل يوم ويوم. كذلك حبايبي اللي رايدة من عندكم إنه إحنا إن شاء الله راح نبلش بالفصل الثاني كذلك نسوي له مراجعة مركزة، رايدكم ما تبخلون على أصدقائكم بهاي الفيديوهات وتحاولون تنشرون هش قد تقدرون بالجروبات وتبلغون أصدقائكم حتى الكل يشوفها، لأنه هاي المراجعة المركزة كلش راح تخدمك من ناحية الوقت، تخدمك من ناحية المواضيع. يعني أنت إذا طالب تحب تفهم فما يحتاج تدوخ نفسك بعدد الأسئلة وتحل 100 سؤال وعلى الخالي بلاش. فإن شاء الله يا ربي نكون ما قصرنا وياكم، وإلى لقاء آخر.